صباح النور، تحية لكل مشاهدي تونس رقمية وتونسي من أمريكا. عادة كيف كل يوم ثلاثة يجيكم المارشي بيجا ونعطيكم فكرة على أسعار الخضر والغلال. اليوم جولتنا من مارشي بيجا نبدأ بأسعار الخضر. بالنسبة للبطاطا دينار و800، الفلفل لحلو كيلو ب2000، بالنسبة لود القمرة 3 دينارات و600، طماطم كما تشوفوا في المباشر 1400، فلفل مسكي دينار و600، تقريبا هذه هي مختلف الاسعار. كالعاده الدجاج 8500 دجاج، 8 دينارات و500 دجاج. تقريبا هذه هي مختلف الاسعار متوفره في مارشي بيجا. بالنسبه للدورات كيلو اليوم 22 دينار 800، ترينجا 17 دينار 800، مغزل 9800، لاتشا 6800، والشورو 9800. تقريبا هذه هي مختلف الأسعار متوفرة في مارشي بيجا. هنا عنا البطيخ الكيلو على دينار و500 كيلو، هنا عنا البطيخ كما تشوفوا كعبة دينار، الحم العلوش 43 دينار كيلو. تقريبا هذه هي مختلف الاسعار وجولتنا اليوم في مارشي بيجا. ونختم جولتنا باسعار الغلال. بالنسبه للعنب 5 دينارات و500، نقول هنا عندنا كيلو لانزاز 4 دينارات. تقريبا هذه هي جولتنا اليوم في مارشي بيجا.